رمضان انت قلت لي حضرت المدرج ماتش واحد. ماتش واحد. ايه بقى الماتش اللي حضرته؟ وكانت ظروفه ازاي؟ انا ما حضرتش مباريات كتير في الاستاد واللي في الانديه عشان انا كنت مسافر بره. قعدت فتره 36 سنه في الامارات. فالماتش الوحيد اللي نزلته فيه كنت نازل اجازه وكان الله يديله الصحه علي خليل نازل يلعب ماتش عشان بعد كده الله يرحمه حسن حلمي يعمل له ماتش اعتزال. الماتش ده كان ماتش اسكو والزمالك في الاستاد. ده الماتش ده حضرته؟ الماتش ده اللي حضرته واللي اتصاب فيه علي خليل في كتفه لما دخل في العرضه. بعدها ما حضرتش ماتش. ما حضرتش. قول لي بقى وانت مسافر اكيد بتتابع الزمالك ازاي ويوم يومك ازاي؟ التلفزيون تلفزيونات. ما انا فاهم انت يوم الماتش بقى بتعمل ايه؟ يوم الماتش ده وانت مسافر اكيد بيبقى ليك طقوس معينه او طقوس معينه. بقى يوم الماتش ده ببقى عارف الميعاد الساعه كام بقعد اتفرج عليه. اذا كان مشفر بنزل في الكافيه ولا حاجه وده وانا هناك يعني. حتى لو انت عندك شغل او اي حاجه لازم بالنسبه لك الماتش مهم. الماتش لازم يطلع. بس بقالي فتره يعني باخد على خاطري وغضبان وزعلان زي اي واحد زملكاوي. ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني المستوى. يا كابتن عبد الواحد احنا موعدين والكلام ده انا هقوله يعني تحذفوه ما تحذفوش. لا اتفضل. اللي حضرتك هتقوله هنزيحه. ماشي انا قول براحتك. انت اكيد انت بتقول ان اللعيبه بعد البطوله من واقع حبي للزمالك. يعني انا انت حضرتك كجمهور نادي الزمالك توصل للعيبه. ايوه ما هو ده الكلام اللي انا بقوله. يعني انا ازاي ابقى واخد بطوله الدوري بعد خمس ست سنين ارجع الكيرف ينزل الاقي نفسي في الحضيض. بس اكيد احنا ندعم اللعيبه ان شاء الله الفتره دي. ما احنا في الغلب وراهم في الفرح وراهم. بس هم كمان ينصفونا ما يبقاش كده بالطريقه دي. ما ده الصوت ده اللي عايز اوصله للعيبه ان مستواهم وروحهم بيأثر على جماهير نادي الزمالك. ايوه بالظبط. فليه نايمونا مزعلانين يا جماعه؟ طب مش كده، ما احنا واخدين بطوله ما نمشي على نفس المستوى.